هتبدأ بإيه معانا النهارده إن شاء الله؟ نبدأ مثلا في البداية كده خروف. اللهم صل على النبي. خروف. نبدأ بالخروف. خروف كامل. خروف كامل. الله زي ما هو سليم. اتفضل. اتفضل. انجاز دي خروف. إيه بقى؟ أنا شايف في تتبيلة حضرتك بتعملها وإحنا شغالين. إيه دي؟ التتبيلة دي أعشاب سنوية. أعشاب سنوية. ملح قرصن. ملح عادي. ملح صخر يعني. ملح صخر أهو. تمام. ملح عادي. وملح عادي. جوز الطيب مطحون. حبهان مطحون. سن الكركم سن الكاري. وبعد كده بتقلبهم في بعض بسنة زيت وسنة خل. بسنة زيت وسنة خل. زيت سنة خل. والنوعين الملح. ونوعين الملح. وجوزة الطيب والقرنفل وبودرة الزعفران اللي هي الصفرة دي، صح كده؟ نسيت تقولها بس أنا معاك برضه. بودرة الزعفران. وقلنا كركم على كاري. كركم على كاري. صح كده؟ وسنة خل وسنة الزيت. سنة الخل وسنة الزيت. دي تتبيلة بتتبل بيها الخروف. بتتبل بقى الخروف. صح كده؟ عامة يعني. تمام. يلا بينا. يلا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب أنا ممكن أساعدك على فكرة. تمام. خد بالك ده انا جاهز. تشرف لينا. بص معايا ايه بقى كمان. اوبا انا مش بهزر. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بقى عشان ايه الكلام ده عايز ايه اساعد حضرتك فيه. تمام. ايه بقى الحكايه بقى؟ نبدا بايه؟ عايزنا كده. عايز ايه؟ ارفع فوق. تبدا بايه؟ اقول لك. لازم يكون حد شايله كده. عشان تعرف تدهن كويس. عشان تعرف تدهن كويس. تدهنه كويس. مش على الطاقه، مش على مثلا ترابيزه او حاجه. لا لا. تمام. من جوه بشوف برا. ساعات في الوان مش صفرة، حمرة. هل ده لون تاني غير بودرة الزعفران؟ بالتغيير، بس هو اميز لون، يعني اللون المميز اللي هو الاصفر. الاحمر اللي هو بيبقى اللي هو ايه الشاذ شويه كده. المختلف، مش كل الناس بتحبه. تمام. بس هو الاصفر ده جاي من الزعفران. الاصفر جاي من الزعفران مظبوط. والملح بتتبل بطن الخروف كله في كل حته، بتدخل كل حتة الملح والتتبيله دي كلها. انا شايف فيه هنا خضار، ده ليه دعوه بالموضوع ولا ملوش دعوه؟ ليه دعوه طبعا. بتحشيه برضو؟ لا مش بحشيه، بحطه تحتيه. تحتيه عشان مثلا لو الشغل مثلا اللي هو ما يلزقش مثلا في الشبكه او ما يلزقش في الصنفر، لا يبقى طالع للزبون زي ما هي، كلها شكلها لطيف برضو. وتاكل برضو. ويتاكل عادي. والتتبيله بتاعت الخروف بتنزل عليه فبتديله طعم كويس. والرز اخباره ايه؟ هنعمل رز؟ هنعمل رز منه. فيه بقى زي ما بنشوف كده بينزل تحت. بينزل تحت. عشان انا عايز اقول لك بقى على حاجه يا محمد. اتفضل. الفيديوهات بنشوفها كتير جدا وكل واحد بيعمل بطريقه، ما احناش عارفين بقى الطريقه الصح ايه. تمام. فكل الناس قالوا لا الاكل السيناوي له اصول وكل واحد بيعمل بطريقه، اي نعم ولكن باجتهاد، اما الاصول ايه اللي جينا نعرفها النهارده الحكايه ماشيه ازاي. تمام. طيب تبلت كويس وش وظهر وجوه وبره وكل حاجه مظبوط؟ وبتسيبه في التتبيله شويه ولا بتشتغل على طول؟ لا ينزل على طول. ايه بقى هتعمله؟ ايه هتنزله فين؟ ينزل على طول، هينزل في البراميل. حلو قوي. طب انا شايف في لحم تاني هتعمله حاجه ثانيه ولا؟ في معانا تسين ماعز. تيسين معز. معز. انت عندك اوردر او حاجه صح كده؟ ولا هتكون الغدا بتاعنا؟ حبيبي. طب حلو قوي، احنا كده عملنا الخروف الاول، هتخش على التيس نفس الفكره؟ نفس الفكره. يلا باشا. بس هو عشان متقطع بتبقى العمليه سهله شويه. بنروح حاطين الخلطه عليها. على طول وتقلب بقى تتبيله في بعضيها. لكن انت مش مع الناس تحط اعشاب وتحط بقى انواع مثلا اطعمه مختلفه عن ده. لا لا. ده الثابت. بص هو عامه لسه يعني تيس المندي اصلا في التسويه بتاعته. لما انت التسويه. لما انت تيجي تمسك الموزه دي كده وتعملها كده تلاقي كلها نزلت. هو ده اللي هو ده اللي احنا عايزينه. ده برضه هتشوفه يعني ان شاء الله. ده من التسويه مش من التتبيله. من التسويه. طيب انا في عندي ثقافه برضه مختلفه، يعني دايما الناس بتتكلم عن معايا عليها برضه. فكره ان الاكل السيناوي بالاخص ما بيتتبلش. تمام. ليه يا جماعه؟ يقول لك لا ما بياخدش غير ملح وكمون في النهايه. الكلام ده رايك فيه ايه؟ لا لا مش موافق مع الكلام. مش موافق. مش يعني موافق. انت بتتبل. لازم تتبل. هو بص اقول لك حاجه، الاكل السنوي اصلا يعني هو طبعا اللي هي المعروفه اكل السنوي اللي هي الناس البدائيه. اللي هي بطبيعتها يعني اللي هي الناس البدائيه، الناس البدويه، الناس البدائيه، فهم ما عندهمش خامات، ما عندهمش مثلا انواع توابل، ما عندهمش مظبوط. ما عندهمش فهم بيتعاملوا يعني باسهل وابسط جميع الخامات اللي عندهم. تمام. انت طبعا دلوقتي الدنيا اتطورت وكل حاجه طبعا اختلفت. أي. فانت بتحط التست بتاعك بتجود. بتجود. لكن الاصول ايه؟ الاصول من غير بهارات. الاصول بتاعتها ملح بس. ملح بس. سنة فلفل اسمر. صح كده؟ قالوا لي سنة فلفل اسود او فلفل كمون حسب الذوق. أيوة. لكن هو بتسوق مفيش اي حاجه خالص. لا بس مش في المندي او مش في التيس مثلا، صح؟ في حاجات معينه ولا في كله؟ زي ايه مثلا؟ يعني مثلا في مثلا الريش مثلا بتشوي ما بيحطش عليها اي بهارات خالص. خالص انا اكلتها. مثلا في انواع من انواع الموز تلاقيه مثلا بيسويها من غير اي حاجه خالص، وفي الاخر يحط لها حبه ملح صخري مثلا او حبه ملح العميم بحبه فلفل زي ما انت بتقول. ما انا قلت لك هم بيتعاملوا بكل بدائيه. بالبدائيه. هم كانوا بيتعاملوا بكل بدائيه. تمام. طيب حضرتك بعد ما تبلت ده هتسيبه شويه بقى ولا على طول؟ لا هنبدا نرص بقى على طول. يلا يا باشا. هترص في ايه بقى؟ هرص على الشبكه. هنا بقى. طب استنى بس ثانيه واحده. احنا كده دي ايوه عايزين نطلع دي بس كده قدام الناس هنا
ونشوف الحكايه دي ماشيه ازاي. دي شبكه اسمها شبكه. شبكه اهو. حلوه قوي. شبكه من هنا ورق الومنيوم عليها الخضار الفلفل والبصل والطماطم والثوم والحاجات دي كلها. مفيش طماطم صح كده؟ سنس فلفل افنم فلفل وثوم فلفل الوان وبصل وثوم بس. وهنا نفس الكلام. حلو قوي. وبعدين ايه اللي بيحصل؟ سكينه تبدا تحط دول كارضيه عشان ما يلزقش منك. وبعدين ايه اللي بيحصل؟ بس هنديها كام خرم بس كده بسيط عشان تنزل الايه الميه اللي هتنزل منها. دي اللي هتسوي الرز ولا بتهيألي؟ ما هي دي بقى اللي هينزل على الرز. ايوه التتبيله بقى هتنزل بقى كلها على بعضيها بالدسامه بتاعت الخروف وتروح نازله كل شيء تروح نازله على الرز. حلو قوي. عشان كده الرز المندي بيبقى مفضل عند الناس يعني. عند الناس. عند طعمه حلو. بيبقى طعمه حلو طبعا. حتى من غير اي حاجه. لا من غير اي حاجه خالص. طب يلا الرز عشان ما تاخرش. عايز اخرك انا عارف انت متاخر وعندك حاجات وبتاع فمش عايزين ايه. نبدا بالمعز. ده بالمعز. حلو قوي. تبدا بترص ولا بتحط عادي؟ لا برص. بتبقى وش الجلد لفوق. وش الجلد لفوق. حلو معلومه مهمه. قد ايه وقت في تحت الارض؟ ثلاث ساعات. ثلاث ساعات يطلع زبده؟ لا يطلع سايح. سايح يعني معدي الزبده. يعني معدي الزبده ماسكه نفسها شويه. حلو قوي. لا فوق اطلع فوق. حاجة حلوة جدا. حاجة شكلها يفتح النفس. معمولة بطريقة بسيطة جدا اي حد في الدنيا يخش يعملها ولكن ليها تأسيس وفرن او فكرة الارض دي بتفرق كتير جدا في التسوية وفكرة الفحم بيفرق في التسوية وفكرة الحطب بيفرق في التسوية كل حاجة تفرق اكيد. وريحته حلوة مفيش حاجة انت حاطط يعني البهارات بالملح بسيطة مش حاجة كبيرة بس عاملة ريحة حلوة. والفلفل الحار ده بتحطه على الوش. بحطه على الوش الشبكة. حلو قوي. يدي برضه نكهة معايا أكتر يعني. شاط قرفة خشب؟ قرفة خشب. الله أنت هنا بقى أنت بتتبل زيادة بقى. بتفرق غير قرفة خشب ها؟ طبعا بتدي حتى لو اللحمة فيها أصل هي بتنزل بتبقى مكتومة. مكتومة اللحمة بتبقى مكتومة في قلب البير انت بتدفنها وبتحط عليها رملة من فوق اللي هو مكتومة خالص فانت لازم تأمن نفسك اللي هو مفيش اي ريحة كده ولا كده اي ريحة كده ولا كده. مظبوط. برافو عليك برافو عليك. حتى لو انت واثق مثلا من شغلك ان انت غاسل كويس ومأكل كويس لا كويس دي زيادة دي زيادة تأكيد. برافو عليك. زيادة تأكيد على الشغل. برافو عليك. القرفة الخشب بالاخص. القرفة الخشب بالاخص. حلو قوي. دي كده خلصانة. دي كده خلصانة. تنزل على هتتصلفر بس هتتغطى كده. اتفضل ورينا نشوف لحد النهاية. انزل. اتفضل. بتتكمر كلها بقى بالالومنيوم. بتتكمر كلها بقى. لا كلام كبير جدا ومزاج عالي قوي وتفصيله بسيطه بس فيها فن. فيها نفس كويس قوي. وعايز اروح لحالكم كمان الاكل البدوي او الاكل السيناوي في كل حته في مصر موجود وكل حاجه تمام التمام ولكن لما لو عاوز اكل حاجه زي دي اكلها من عند مكان بتاع الحاجات دي بس مثلا. يعني ممكن تلاقي عند كبابجي بس مش معقوله برده الكبابجي يكون شاطر في الكباب والكفته وفي المندي يعني حاجه من الاثنين. المقصود التخصص حلو. ده بقى المكان اللي احنا نحط فيه بقى الخروف صح كده. قد ايه كيلو كام كيلو ده؟ 15. 15 كيلو صغنن يعني. برقي. برقي ما فيهوش ليه وبتاع وريحته نظيفه ما فيهاش اي زفاره. مغسول غسله نظيفه متنظف. تحط تحتيها بقى. طب ليه مش فوق؟ هيبقى عالي مستوى البرميل نفسه مش هيجيبه. فهمتك. كده بقى تكمره كاميرا كويسه برضو. اكيد نفس الشغل برضو. لا 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 انزل تحت.
اه انت قطعت الاول عشان تاخد مقاسه يعني؟ اه مستنى. كم فتحه بقى على الوش؟ كم فتحه على الوش؟ بتديله كم فتحه كده عشان يتبخر صح كده؟ يطلع بخاره معايا بس. حلو. في نفس الوقت يعني يكون في دخول للنار جوه عشان يتحمص. زي ما حضراتكم شايفين هنا الحكايه بقى بجد قوي. الخروف بعد ما تبل او المعزه او اي حاجه مندي يعني تبل كويس جدا، الارض دي برميل كله فحم او كله نار، اكيد بتاخد وقت كتير جدا عشان تولع، بس بيسيبوها لما تصفى خالص عشان يبدا يسوى على الصهد على درجه الحراره اللي طالعه من الصهد، ويكتم عليها كويس جدا بورق الالومنيوم وهيدفنها زي ما حضراتكم شايفين، ويحط عليها كمان فحم او يحط عليها كمان نار، بتستوي من فوق ومن تحت ومن الجناب بس مكموره. وهو ايه طريقه التسويه او هو دي الحكايه اصلا؟ الموضوع كله يختصر في حاجه في حاجتين او ثلاثه. الحاجه الاولى ان الكور الذبيحه تكون بلدي وبرقي ما فيهاش دهور كتير او فيها زفاره ومغسوله كويس جدا ومتبله طبعا. الحاجه الثانيه والمهم جدا ان هي النار تكون غويطه وتكون صهد عشان يستوي كويس جدا. والدفن ده بقى هو الحكايه، انك تقفل كويس قوي، تقفل كويس جدا على وش البراميل دي او على وش زي ما حضراتكم شايفين. بص المنظر عامل ازاي. هنسيبه قد ايه يا شيف؟ ثلاث ساعات. ثلاث ساعات ونشوف الحكايه ماشيه ازاي، نفهم بقى الموضوع بجد ولا كلام تلفزيونات. كمان ثلاث ساعات ان شاء الله هنروح نعمل حاجات ثانيه، نطبخ حاجات ثانيه على ما ده ياخد وقت ان شاء الله، ونشوف ان شاء الله كمان شويه. زي ما حضراتكم شايفين بقى دلوقتي بعد ثلاث ساعات هنشوف ايه الموضوع. خلاص تبلنا ودفنا الحكايه، تعال نشوف الحكايه ماشيه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، على مالكم يا رجاله والنبي. واحده 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 واحده، خد بالك في وراك نار الله يبارك لك عشان بس في الرجعه. اللهم صل على النبي، ما شاء الله ما شاء الله. على مهلك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شوف بقى الحكايه ماشيه ازاي واحده واحده، عشان هنا بقى استنى بس ما تبقاش بسرعه كده، احنا تعبانين في الموضوع. بعد ثلاث ساعات بالتتبيل والدفن تحت الارض، شفات ما شاء الله عليهم، وريني بقى الحكايه عامله ازاي، وريني الموضوع عشان ايه. الله اكبر الله اكبر، هو ده بقى. ايوه بقى واحده كمان عشان ايه ده. اللهم الله اكبر. انت نازل بقى براحتك. هوبا. طعم الحاجه مفيش ولا كلمه بصراحه. تست حلو جدا، تسويه زي ما حضراتكم شايفين. بص الريش المعز عامله ازاي. الله اكبر. هتقول لي بقى فيديوهات ومش عارف مين، احنا المصريين والثانويه والاكل البدوي ومصر والحاجات بتاعتنا اهو، ولا حاجه. خلاص بعد الحلقه دي مش عايز حد يتكلم معايا يقول لي ايه اصل الفيديو الفلاني. لا احنا عندنا في مصر ما شاء الله كل حاجه حلوه، وعندنا كل الشيفات المحترمين الصناعيه الشطار في المهنه. مفيش كلام تاني غير ان احنا ناكل بقى. أكيد ولا نعمل ايه؟ أكيد اروح طبعا. ولا اخد دي وامشي اروح بيها البرنامج؟ لا ما ينفعش. لا طب ايه بقى؟ خلاص خلصنا تمام ما شاء الله. يعني انا مش هجود ولا هزايد على الكلام ولا هدوش حضرتك ولا هدوش المشاهدين. كل حاجه باينه يعني ما شاء الله. الريحه باينه، حتى الرقبه. بصوا يا جماعه الرقبه عامله ازاي. حاجه انا هوريها بس دي. بص انا مش عايز ابوظ حاجه بس كل حاجه واضحه. بص المنظر، شوف مش بعمل ايه. بص يعني ما شاء الله ريحه حلوه، والقرفه اللي محطوطه دي عامله شغله حلو قوي قوي. تسلم ايديك. وده هيطلع معاه ايه بقى؟ فين الرز؟ كل حاجه هيطلع معاه الرز بقى، ولا هعمل ايه، ولا ناكل ايه؟ لا كل حاجه بيطلع معاه الرز طبعا. يطلع بقى. يعني انت هتاكلني دلوقتي معايا رز؟ طب نكمل بيت الشغل. انا مش عارف، انا عايز اكل ونكمل بيت الشغل. طب نكمل بيت الشغل. نكمل بيت الشغل. اتفضل. ايه بقى كمان تاني؟ ايه تاني عندك بقى تاني؟ الله اكبر. دي حاجه غير احنا نعمل شويه؟ لا دي بتختلف بقى في التسويات. ايه بقى دي بقى؟ يعني مثلا ممكن تلاقي زبون يقول لك انا عايز حته محمصه. محمصه. وزبون يقول لك انا عايز حته طريه. حلو. فاحنا بنوفر ده وبنوفر ده. الزبون اللي عايز محمص بنديله. بس التتبيله واحده. التتبيله واحده والشغل كله واحد، بس بتختلف في الوقت. في التسويات. في الوقت يعني مثلا ده واخد كام ساعه؟ اللي طلع الاولاني ثلاثه. ثلاثه. ده؟ ثلاثه ونص. ثلاثه ونص. بيفرق في اللون او في التسويه. شوف المنظر عامل ازاي يا جماعه؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ بص تسويات اكل مصري. الله اكبر. دي الريش. دي الريش.
شوف منظر دي معز. معز اهو. شوف منظر الريش عامل ازاي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا كده هسيب الحلقه واكل. الله الله دي دي فخده ما شاء الله ما شاء الله. الحكايه في الريحه بقى ده غير الطعم طبعا حاجه يعني. والفلفل وريني الفلفل شكله عامل ازاي. شايفين مثلا الفلفل عامل ازاي كان محطوط على الوش حضرتك فاكرين يعني. انا مش عارف بصراحه اقول لك ايه على الحلاوه الحلاوه الحلوه دي بجد والله. ده بيتقدم مع رز. ده بيتقدم مع رز وصوص صحاوي حار. وصوص صحاوي حار. صحاوي حار ايه صوص صحاوي حار ده؟ ده بيبقى عباره عن طماطم وفلفل حامي فقط لا غير. بس كده بس فلفل حامي بزياده يعني. وانا هو المندي من محبين الحار يعني. ماشي الكلام.